بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بقى النهاردة بنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تمحو بها ذنوبنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. النهاردة يا حبايب قلبي بقى ما شاء الله تبارك الله، خاصة حبايبي اللي في المحلة الكبرى، حبيت أعرفكم أنا فتحت محل ملابس جوري لانجري ومستحضرات تكميل واكسسوار حريمي، اكسسوار حريمي اهو، يعني فيديو كده بس يعني لمجرد المعرفه برفعه بس على الصفحه عندي علشان اللي حابب اي حاجه. احنا لسه ما وزعناش الحاجه زي ما انتم شايفين، كلها حاجات قطنيات وزدالات وعبايات داخلي، حاجات في منتهى الجمال اهو يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين هو جنب مني كوافير بيتي، كوافير وجيم ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين كده برضو حاجه فوق الخيال واسعار خياليه وحاجات جميله جدا. وهو يا حباب قلبي هنوريكم جزء كده من الملابس، بحاجات جميله هي مطرزه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، حاجات قطنيات، كل العبايات خليجي ما شاء الله اهيت، وعبايات سمراء. تمام تمام يا استاذ احمد، تمام، كل سنه وحضرتك طيب. زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده، وهو يا حباب قلبي ودي بشامات، جامات حريمي. طبعا الإضاءة ظلمة الحاجة زي ما انتم شايفين بالجمال والروعة دي. اهو يا حبايب قلبي ديت سواريه وسجاجيد صلاة، حاجات في منتهى الجمال، ودي عبايات شتوي شكلها جميل قوي، تحفة ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده. ودي سويتشيرت رجالي زي ما انتم شايفين بالحلاوه والجمال ده ما شاء الله تبارك الله. الالوان ده بقى الالوانات خطيره جدا اهو يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا ما فيش اضاءه لسه، عبايات قط ده يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الله. ده الستاند عليه عبايات سمراء زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وعلى عبايات الوان، ودي سجاجيد صلاه الوانات تحفه 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 ما شاء الله تبارك الله. وهوت حاجات جميله قوي ما شاء الله. ودي بلوزات حاجات ما شاء الله تبارك الله، هي كلها عبايات سمراء حلوة قوي قوي ما شاء الله. ده عبايات رجالي برضو، بس احنا لسه مرسيناش الحاجة ما شاء الله حبيب قلبي. دي الإضاءة، دي العبايات، عبايات كلها خليجي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، والله الرسمه تحفه تحفه تحفه، مش عارفه اذا كانت باينه ولا لا. ودي عبايات كلها قطن، ودي سجاجيد صلاه، ودي اطفال كلها بناطيل جنس وبلوزات في منتهى الجمال. لسه يعني يا حباب قلبي هنرص بقيه الحاجه اهيت، ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى كل مسلم ويجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله. ودي دفايات اهيت من بتاع السراير، والاسعار يعني حبايب وصحابي بتوع المحل لهم خصومات واسعار خاصه قلبي. لسه ان شاء الله بقى نرص الحاجه. ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى كل مسلم وحبايب قلبي ومتابعين ام زياد، اسعار خاصه مش عايزه اقول لكم، اسعار خاصه اسعار خاصه اسعار خاصه، اللي انتوا عايزينه كلنا تحت امركم، ودعونا بالتوفيق والنجاح، وربنا يوسع علينا وعليكم وعلى كل مسلم ويزيدنا ويزيدكم من وسع فضله يا رب، وان شاء الله تكون فتحه خير علينا وعليكم يا حبايب قلبي، ويعد علينا وعليكم بخير وعلى كل مسلم. وان شاء الله ان شاء الله نزود الاضاءه عشان اللي حابب اي شيء يشتريه، واحنا تحت امركم، وربنا يوسع عليا وعليكم وعلى كل مسلم. مش عايز اقول لكم الاسعار في منتهى الجمال،
مش اسعار والله، والحاجة جميلة جدا، رسمة تحفة تحفة تحفة، حاجات كلها خليجي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، عبيان كلها خليجي وازدالات صلاة ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وانا تحت امركم يا حباب قلبي، وربنا يزيدنا ويزيدكم من واسع فضله ويوسع علينا ويوسع عليكم وعلى كل مسلم، وجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله. المحل يا حباب قلبي شارع رزق نوح، اول تقاطع بعد شريط القطر، شارع رزق نوح المتفرع من شارع الشرقاوي، شارع رزق نوح المتفرع من شارع الشرقاوي، في العباية السمراء في منتهى الجمال خليجي، تبدأ الأسعار من 300 جنيه و200 جنيه يا بلاش، العباية الخليجي بتبدأ من 200 جنيه لحد 300 جنيه، عبيان شتوي التيكت فيها وكل حاجة ورقتها فيها ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيدكم ويزيدنا من واسع فضله يا رب، كل حاجة موجودة الأسعار في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده. كان والطرح عندي طرح قطن في منتهى الجمال، هوريها لكم مع بعض، الشارح زي ما انتم شايفين بالشكل ده، يقبل مننا السوبر ماركت اهو في كل حاجة، خش يا دي، دي حاجات اهي يا حباب قلبي طرح قطن، دي مكة حاجات مكة كلها ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده، الوانات حلوة قوي 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 قوي. العبايات دي يا حباب قلبي ما شاء الله تبارك الله، دي عايزة تتقفل كلها بكياسها، هي يا دوبك عايزة بس تتقفل عند الترزي زي ما انتم شايفين، واحنا لسه ما فرشناش الحاجة، بس حبيت اديكوا فكرة عن المكان والاسعار ولسه ما فرشناش، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تمحو بها ذنوبنا يوم العرض عليك يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تشرح بها صدورنا يوم العرض عليك يا رب العالمين، يا رب يزيدنا ويزيدكم من واسع فضله يا حبايب قلبي. شايفين الالوانات دي في منتهى الجمال، حاجات خطيرة. الله القماشة روعة في منتهى الجمال يا حبايب قلبي، الشكل الجميل ده القماشة والحاجة جميلة منتهى الخطورة في منتهى الجمال، دي جميلة أوي ما شاء الله تبارك الله. كنا في شارع يا حبايب قلبي رزق نوح المتفرع من شارع الشرقاوي عند سوبر ماركت مكة، وربنا يزيدنا ويزيدكم من واسع فضله يا حبايب قلبي، واحنا من غير دعمكم ولا حاجه، وكل متابعيني وكل حبايبي اللي محتاج اي حاجه انا تحت امره، ربنا يسترها معاكم معانا ويوسع علينا وعليكم ويجعله عيد سعيد علينا وعلى ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين يا رب، ربنا يزيدكم ويزيدنا من واسع فضله يا حبايب قلبي، وكل سنه وانتم طيبين وام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيبين يا رب، والى اللقاء في فيديو اخر ودمتم في امان الله.